المواطنين، ولكن الهدف منها هو رجوع الرهائن بعد هذا الهجوم الذي حدث في 7 أكتوبر. إننا والولايات المتحدة الأمريكية لا نشارك في أي أعمال من أجل فقط قتل المدنيين. إن هذه العمليات هي عمليات أتت من أجل رجوع الرهائن لا أكثر ولا أقل. أن هذه المجموعة قد أنا أعتقد أننا قد تكلمنا عن ذلك بصراحة. إن هناك الكثير من الخبراء المختصين في الحروب، إننا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الهجمات الإرهابية التي حدثت في 7 أكتوبر هي التي هي السبب. لم يكن ذلك سؤالي، أن سؤالي عن الذي كان الذي يحدث من عدوان على أرض الواقع. إن هذه عبارة عن بعض العمليات العسكرية، ولكن هناك بعض التجاوزات، نحن نعترف بذلك، ولكننا نتحدث معهم عن ذلك حتى لا يكون هناك سقوطا كبيرا للمدنيين. إننا كان هناك مباحثات منذ يومين عن الهجمات وكيف لها تأثيرات على الذي يحدث في سوريا والعراق. إن هناك الكثير من التقارير التي تقول أن يوم 7 أكتوبر كان له تأثير كبير على إسرائيل، ولا هذا الذي دعا إسرائيل أن تفعل ما تفعله في غزة. ولكن ما علاقة ذلك بتدمير المستشفيات، وما هو موقف أمريكا من ذلك؟ نحن لا نستطيع أن نؤكد ذلك، لأن هذه المجموعة الإرهابية التي قامت به في 7 أكتوبر كان له تأثيرا كبيرا جدا في المنطقة. ونحن نركز في وزارة الدفاع على خفض التصعيد في هذا الصراع. ونحن نعلم أن هناك الكثير من المجموعات الإرهابية التي لها الكثير من الاهتمامات والمصالح التي تسعى إليها، وإن قواتنا في العراق وسوريا لها هدف واحد، وهو الحرب ضد داعش. ونحن لا نتردد في أن نحمي كل قواتنا هناك في سوريا والعراق. لذلك مرة أخرى دعني أقول أن كل الذي يحدث في الشرق الأوسط سيجعلنا نفكر بشكل فعال، ولكن هدفنا الأسمى هو أن نحمي قواتنا ونخفض من التصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية يقول البعض أنها تستخدم هذا الذي يحدث في غزة كذريعة حتى تزيد من نفوذها. هذا الذي يقال، أنت تعلم أن الذي يحدث في الشرق الأوسط هو الذي دعا أمريكا أن تتدخل مرة أخرى في المنطقة. هذا الذي هو أجبرنا أن نرجع مرة أخرى بنفوذ في المنطقة. أنت تعلم أن هناك الكثير من القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، ونحن ما زلنا هناك. وأيضا إننا هناك في العراق حتى نحمي قواتنا المسلحة، كما أن داعش لا تبعد عن بغداد، فهي 25 كيلومتر من بغداد. ولذلك فإن قواتنا هناك لحفظ الأمن هناك وحماية قواتنا من قوات داعش. كان هناك تقريرا بأن الهجمات الصاروخية والجوية لحزب الله لها تأثير كبير، وهل لروسيا علاقة بذلك؟ أنا ليس لدي أي شيء أقوله بشكل مخصوص عن هذه التقارير، ولكن الذي رأيناه هنا هو أن روسيا لم
إن روسيا لم تعترض ولم تدين هجمات حماس على إسرائيل، ولكن الذي وجدناه من هجوم روسيا على أوكرانيا يبرر لنا عدم إدانتها لذلك. وكذا هناك لقاء بين السعودية وبين وزارة الدفاع الأمريكية، هل كان هناك أي نتائج لهذه اللقاءات فيما يخص هجمات اليمن على إسرائيل؟ بالنسبة للمناقشة التي كانت بين السعودية، كانت مناقشة مثرية للغاية.